فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع كتاب السنن، الكتاب اللباس والزينة، باب ما جاء في لبس الصوف. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب عن حميد بن هلال بن أبي عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. رضي الله عنكم جميعا وأحسن الله إليكم. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. رضي معك استاذ خالد، ما اعظم دعائك، جزاك الله كل خير، احسن الله اليك. نسال الله ان يفرج كربك خالد، حفظكم ربي جميعا واحسن الله اليكم. وحديث عائشه حديث حسن صحيح، يعني هو قال: ساذكر لك ما جاء عن لبس الصوف للنبي الامين صلى الله عليه وسلم. والكلام هنا ليس فيه عمن استقى منه التصوف وما نراه الآن من التعديات الكثيرة والانحرافات الأكثر في عبادة الله جل في علاه بهذا الفكر. وهذا الفكر يعني فكر منحرف جدا عن الجادة. نعم، هي قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبين، وهذا كان ثوبا ملبدا غليظا، وهذه لبس الصوف لمن يتزهد في الدنيا. هي أصلا ليست علامة من علامات الزهد في هذا الباب. لابد أن نعلم بأن الزهد زهد القلوب أصالة، لكن هذه فيها دلالة على ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بأسرها، وهو الذي كان يدعو كثيرا ويقول: اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعبأ بالدنيا ولا كان يريدها، وقد عرضت عليه وخير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فأشار عليه جبريل أن يكون عبدا رسولا، فأشار فاختار أن يكون عبدا رسولا لا ملكا نبيا. ولو أراد الدنيا لأخذها، ولكن الدنيا ملعونة من هم فيها إلا ذكر الله ومولاه وعالما ومتعلما. هؤلاء خير البشر على الإطلاق، هؤلاء خير الناس على الإطلاق. ولذلك كان يقول: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. قوله في الباب عن علي بن مسعود: حديث علي خرج أبو يعلى، ذكر المنذري في الترغيب في ترك الترفع في اللباس تواضعا واقتداء بأشرف خلق الله جل في علاه، مات في ثوبين غليظين، ثوبا ملبدا إزارا ورداء، وقبض وهو على هذه الحال. الدنيا لم يكن فيها شيء، يعني إلا ما كان من مهمته ووظيفته التي توظف بها صلى الله عليه وسلم. لهذا نرى أن مصعب بن عمير سهل عليه تلقي الدنيا بعدما كان يعرف بين النساء بطيبه الثمين الذي كان يتطيب به، فترك الدنيا بأسرها وذهب سفيرا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يدعو إلى الله، فدخل كثير من الأنصار على يدي الإسلام، وكان له عظيم الأثر في المدينة. لذلك أيضا قد اصطفاه الله شهيدا في هذه المدينة. وفيكم بارك وأحسن الله عليكم. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله وقوله وفعله وكل شيء. اللهم أمين، رب آمين. على اعتذار غير مقبولة سمراء، لما تغيبتي، لما تغيبتي، غفر الله لك. وقال المصنف: حدثنا علي بن حجر، حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان علي بن موسى، كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجب صوف، كساء صوف وصب وجب صوف وكمة صوف وسراويل صوف. أحمد، الدرس إن شاء الله سيكون على الساعة 12:30 واحدة. أبلغ الإخوة جميعا، أحمد القشطة بعد إذن حضرتك، أبلغ الإخوان الدرس سيكون
12 ونص واحدة إن شاء الله، يعني ما بين 12 ونص وواحدة. بعد إذنك أبلغ الإخوة كذلك. أريد أعرف السبب يا سمراء، لما تغيبت عن الدرس؟ هذا سؤالي. رضي الله عنك يا أحمد. فكان موسى عليه السلام يوم كلمه ربه عليه كساء صوف وجب صوف وكم صوف وكمة صوف وسراويل صوف، وكانت نعلاه من جلد حمار ميت. سبحان رب العظيم، هكذا سيد الخلق في زمانه، خير من واطئ التراب في زمانه، كان هذا حاله. يقول قال أبو عيسى، وهذا حديث ضعيف، في حميد بن علي الأعرج منكر الحديث، والحديث الأول متفق عليه أعلى درجات الصحة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج، وحميد هو ابن علي الكوفي. قال سمعت محمدا يقول حميد بن علي الأعرج منكر الحديث، وحميد بن قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة. قال أبو عيسى والكمة القلمسوة الصغير، القلمسوة الصغير. تبا أنا 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 أقسم لك الدماء لا تتوقف عن أنفي، من أنفي أقسم لك. أنا انتهيت من الدرس أمس والدماء تسيل، هذا ليس عذر لك. وهذه فيها دلالة أن أعظم الخلق قدرا عند الله جل وعلا، الدنيا لا تساوي عندهم شيئا، لا يعبؤون بها، لذلك لم يهتموا بها. الدنيا لا تساوي شيئا، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. وعالما ومتعلما، يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمت لك رحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لا أسلطن عليك الدنيا، تركض فيها رد الحوش في البرية ولن تأخذ إلا ما قسم لك. سبحان ربي العظيم. نعم، هكذا كان سيد المرسلين، وكان وأزواجه أيضا كانوا أعظم إعانة له، ولذلك خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما خيرها وقال لا تقولي لأحد، عندما قال الله تعالى قل إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت أخي أستشير أبوي في ماذا؟ إني أريد الله ورسوله وأزواج النبي كنا خير عون له، ما طلبناه في الدنيا، ولما طالبنا الدنيا ما شددنا عليه، ولما طالبنا حتى جاء الآباء يزجرن البنات على ما فعلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. أستاذ خالد الدقاق رضي الله عنك حبيبي، أستغفر الله، أنا أتشرف ومثلك يوضع فوق الرأس، أنتم شرفونا وأنتم حماة مقدساتنا، رضي الله عنك يا خالد، رضي الله عنك. الله يحفظكم جميعا، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. قال باب ما جاء في العمامة السوداء. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن المهدي، حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. قال في الباب عن علي وعمر وابن حريص وابن عباس وركانة، وهذه أيضا فيها الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء ليعلم هؤلاء الجهل الذين يقولون تلبس تقية سوداء. طب والقصيص جهلة لما يجهلون السنة، المفروض عليهم بجهلهم السنة أن يتعلموا دون أن ينكروا، لا يبقى المرء يعني هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة السوداء، وفي هذا دلالة على جواز ذلك. وفي الباب عن عمرو بن حريث، عمرو بن حريث أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود النسائي بن ماجه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه كما في النيل. وأما حديث ابن عباس وحديث ركانة، يعني في السنن تجدها في الأجزاء الحديثية، لكن أقول الله يشفي إن شاء الله، تجد أن السلام كان قد دخل بالعمامة السوداء وقد خطب بالعمامة السوداء وقد لبس العمامة السوداء، لكن كما قلت لكم هؤلاء القوم جهلة ينكرون ما يجهلون،
ولذلك لو تعلموا لكان أفضل لهم، وأيضا لكان أسرا لهم حتى لا تجاهلهم. باب في سدل العمامة بين الكتفين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. قال أبو عبيد الله: رأيت القاسم وسالما يفعلن ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن علي: ولا يصح حديث علي في هذا من قبل إسناده، ولا أقبل التأخير. ما أقبل التأخير. وسد العمامة أي إرسالها وإرخائها بين الكتفين. وحديث يدل على استحباب ذلك، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا فعل النبي تشريع بأبي هو وأمي. وقد جاء حديث كثيرة كحديث الباب، حديث عمرو بن حريث الذي إشار إليه الترمذي، حديث الحسن بن علي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على منبر عليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. وهذه أيضا فيها استحباب العمامة السوداء. أخرجه أبو داود، وحديث عبد الأعلى بن عدي أخرجه أبو نعيم في معرض الصحابة من رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن بشر عن عبد الرحمن بن عدي البهراني عن أخيه عبد الأعلى بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على علي بن طالب بن أبي طالب يوم غدير خم، فعمامه أرخى عدبة الإمامة من خلفه، ثم قال: هكذا فاعتموا. حتى عبد الله بن ياسر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى خيبر فعممه بعمامة سوداء، وهذه عمامة سوداء لهم لا أرضى التأخير، لا أرضى، بعمامة سوداء. ثم أرسلها من ورائه أو قال على كتفه اليسرى. أخرجه الطبراني وحسن السيوطي. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: كان للنبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويرخيها خلفه. أخرجه ابن عدي وقال: لا أعلم ما يرويه عن أبي الزبير غير العزرمي وعنه حاتم بن إسماعيل. وانظروا كيف جهلوا كل هذه السنن وينكرون على جهل وغباء، لو تعلموا لكان أصون لهم من أن يجهلوا. ومنها ما يدل على إرخائها بين يدي المعتم ومن خلفه كحديث عبد الرحمن بن عوف: عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسد لا ما بين يدي ومن خلفي. أخرجه داود. وإن كان فيه جهالة، لكن انظر كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. وعن عائشة أخرجه ابن أبي شيبة عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف بعمامة سوداء من قطن، وأفضل له من بين يديه مثل هذه. في رواية عن نافع عن ابن عمر قال: عمم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عوف بعمامة سوداء كرابيس وأرخاه من خلفه قد أربع أصابع. رضي الله عنك يا أستاذ حلمي، وأنا أحبك في الله، ولو تعلم ما فعلت بي عندما قلت لي أنك ستعتمر فضيلة الشيخ عماد، يعني نقشت في قلبي حبا يعلم الله به. أسأل الله أن يشكر لك وأن يحسن إليك وأن يرفع مقامك وأن يجعله في ميزان حسناتك. وحديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه. أخرجه الطبراني في الأوسط وفي الحجاج بن رشد وهو ضعيف. ومنها ما يدل على إرخائها على من الجانب الأيمن كحديث أبي أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يولي واليا حتى يعممها ويرخي لها من جانبه الأيمن نحو الأذن. أخرجه الطبراني في الكبير. وفي إسناده جمع بن ثوب وهو مطروق. قد دل على جواز ترك العذبة ابن القيم في الهدي بحديث جابر عند مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه بلفظ أن رسول الله دخل مكة صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء وبدون ذكر الذؤابة. قال: فدل عن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه. وحقيقة الأمر هذا مسكوت عنه، لا يقال عنه ذلك، بل كان يرخيها النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه. والحديث هنا يعني حديث الباب يشهد لذلك. وأما في السبل ما فمن آداب عليكم السلام كاتلام يا لما تأخرتي، أنا لا أرضى بالتأخير. على ناقة السبل في أداب العمامة إرسال العذبة بين الكتفين ويجوز تركها بالأصالة. وقال أنه يجوز لبس العمامة بإرسال طرفيها بغير إرسالي، ولا كراهية في واحد منهما، ولا صح في النهي عن ترك إرسالها شيء. كل ما جاء بفضل العمامة كله ضعيف. تعمم في الشتين لا تعمم، هذا موضوع. وأكثر الأدلة التي يعني جاءت، نفع الله بكم،
أكثر الأدلة التي جاءت في هذا الباب ضعيفة جدا الموضوع. عليك السلام كيف تدلي لما تأخرتي أحمد؟ نعم إن شاء الله، إن شاء الله يا أحمد. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، قال الترمذي هذا حديث غريب لكن له روايات تعضده. قال باب ما جاء في قراءة خاتم الذهب. حدثنا سلم بن شبيب أو الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن أبي طالب قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لبس أو لباس المعصفر. شوف هنا قال نهاني، هو في رواية قال علي بن أبي طالب قال نهاني ولا أقول نهاكم، والحق أن الأحكام لا تنزل على الأعيان، الأحكام على العموم، الأحكام على العموم. نهاني يعني نهاكم، يعني نهى عن على كل المكلفين عن التختم، لأن سلم أخذ الذهب في يد والحرير في يد وقال هذان حلال على حرام على رجال أمتي، حرام على التي جاءت في فضل العمامة مش التي جاءت في العمامة. الأدلة التي جاءت في فضل العمامة كلها موضوعة وضعيفة. فقال في الذهب والحرير هذان حرام على رجال أمتي حلال على نسائها. قال نهاني عن التختم بالذهب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لما طلبوا منه الخاتم حتى يرسل الرسائل مختومة فاتخذ خاتما من ذهب ثم ألقاه، فاتخذ الناس خواتيم ذهب فألقوه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا محرم على الرجال، واصطنع خاتما من فضة. نعم. ونهى عن لباس القصي، القصي وهو كما قلنا بلدة من مصر، وقال منسوب للقز دود القز، وقال منسوب لبلدة في مصر قص. نعم. وهو حرير مضلع بحرير، أثواب مضلعة بحرير. وعن القراءة في الركوع يحرم على الإنسان أن يقرأ راكعا أو ساجدا عفوا. وعن الرقاء القصي قالوا عن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر. اللباس المعصفر هو 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 المصبوغ بالعصفر، اللباس المعصفر هو الثوب المصبوغ بالعصفر، والثوب المصبوغ بالعصفر يعطي لون الحمرة، الحمرة. وأما اللون الأصفر الفاقع هذا لا يكون للرجال، هذا لون لا يكون للرجال، هذا لون للنساء. قلت النعومة، النعومة أليق بالنساء والخشونة أليق بالرجال، اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وأصحاب السنن. الكراهية هنا يقصد بها الحرمة، الكراهية هنا يقصد بها الحرمة. أغلب المتقدمين من العلماء يعني كانوا يتورعون عن قول الحرام أو الحلال لأنها يعني من ألفاظ القرآن، لا يقول ليس أحد له التحريم أو التحليل إلا الله جل وعلا، هم يجتهدون لذلك يقولون الكراهة. ما يقصد بذلك الكراهية الأصولية. باب ما جاء في كراهية ختم ذاب، الله يكره ذلك يعني نهى عنه وحرمه. قال حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح قال حدثنا حفص الليثي قال أشهد على عمران بن حسين أنه حدثنا أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. وقال وفي الباب عن علي وابن عمر وأبي هريرة ومعاوية. وقال أشهد يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب. النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل فوجده يلبس خاتما من ذهب فأخذه من يده فألقاه فقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضع في يده؟ فقال الرجل خذه فبيعه فاستفد منه. قال لا والله لا ألتقط شيئا، يعني قال لا ألتقط شيئا قد ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا؟ ما هذه النفس الطيعة؟ ما هذا الانقياد التام؟ ما هذا الانصياع الذي رفعهم إلى السماء؟ لذلك عندما تقول قال رسول الله ويقول لك يعني أنا إمامي أو مذهبي أو غير ذلك فاعلم أنه جاهل أو أنه مغرض أو أنه صاحب هوى. فاعلم أنه جاهل أو مغرض أو صاحب هوى. إذا قيل لك قال رسول الله ما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت، سمعت وأطعت. حيا هلا بأهل المغرب جميعا إن يحبون في الله، رضي الله عنكم جميعا، جزاك الله خيرا. ماشي تفضل اسأل السؤال وأنا أجيبه بعد الدرس.
قوله هنا، وطبعا هو النهي نهي عن الذهاب للرجال لا للنساء، فالنساء لهن ذلك وقد أقرهن الله جل وعلا بذلك في قوله أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ولذلك قال هذان هذان حلال لأمتي حرام لذكور، حلال لنساء أمتي حرام على ذكورها. حديث علي تقدم. أما وأخرجه أحمد وداود النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله، وقال إن هذين حرام على ذكور أمتي. حديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم، وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا مسلم، وحديث معاوية أخرجه أبو داود. نقف عند هذا أو نأخذ أيضا خاتم باب ما جاء في خاتم الفضة. قال المصنف حدثنا قتيبة وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي، طبعا مرصع بالمصريين هذا الإسناد، عن ابن شهاب عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. من ورق يعني من فضة، من ورق يعني من فضة. أعوذ بالله. طيب عليك إذا عليك سد أن تقرأ المعوذات، وإذا رأيته تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر تبارك الله تبارك الله تبارك الله، من أجل أن يرد الله عنك ذلك. واقرأ المعوذات كثيرا، الله يحفظك من عون أهل الحسد والحقد والطغيان. يقول أنس قال كان خاتم النسيان من ورق يعني من فضة، فهذه فيها دلالة أن الإنسان كان يلبس الفضة. وقلت في بادئ الأمر لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب عندما قال له إن الرسائل لا تقبل عند الملوك إلا بخاتم يختمه يعني، فاتخذ خاتما من فضة ونقش عليه محمد رسول الله صبحكم الله الخير لما تأخرت أيها الشامي النبيل الجراح. أين الجراح؟ أنت من أول المجلس، أين الجراح؟ أين هم؟ قل الله أكبر الله أكبر تبارك الله تبارك الله. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر خاتما من ذهب ثم ألقاه، واتخذ خاتما من فضة جعل فصه إلى باطن كفه ومنقوش فيه محمد رسول الله، محمد رسول الله. نعم صح، بدأ من بدري. لك وانت كنت فين حضرتك؟ بتلعبي؟ بتلعبي في الحديقة ولا إيش؟ بدأ من بدري، أين كنت أنت؟ صالح كيف أنت؟ لما تأخرت؟ كنت تصلي. طيب حفظك ربي يا استاذ محمد. كيف يا آل الباز رضي الله عنك وحفظك وزادك الله حرصا حبيبي. نعم شوف آل جراح كلهم موجودين الحمد لله. قوله في الباب عن عمر وبريدة، يعني حديث عمر أخرجه الشيخان وبريدة أخرجه الترمذي. فإذا خاتم الذهب خاتم الفضة يجوز استخدامه، بل قد ورد حديث صريحا النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما الفضة فلعبوا بها وأما الفضة فلعبوا بها وأما الفضة فلعبوا بها. نعم. أفطر رجل قبل أذان المغرب 10 دقائق وذاك لأذان خاطئ يكمل صومه، يكمل صومه ولا يفطر، يكمل صومه وإن شاء الله إنما أطعم الله وسقاه. الفوائد المستنبطة: الزهد في الدنيا عالم النجاح، الزهد في الدنيا عالم النجاح، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. جواز لبس العمامة السوداء وإرخاء الذبابة بين الكتفين، جواز استخدام الفضة للرجال دون الذهب، ولأن الذهب أليق بالنساء زينة، والفضة كان والفضة كانت ما كانت إلا للختم، يعني كانت لحاجة. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.